طيب هنروح الاول نشوف لقاء كده مع العميد حازم حسني رئيس اتحاد الرمايه عن الاستعدادات لاولمبياد باريس بعد حسم التاهل، ونرجع نستكمل حلقتنا دي. احنا 11 لاعب مصري يتاهل للاولمبياد، وده اكبر من اكبر ارقام اللي تم تاهيلها. نقدر نقول انه لو في القانون الاتحاد الدولي تم تعديله ان رمي بعض المسابقات لها مقعدين. هذه المسابقات احنا حصلنا على المركز الاول والثاني، ولكن بالتعديل القانون فحصلنا على كوتا واحده فقط. اذا لم يكن هذا القانون موجود كنا حصلنا على عدد اكبر من المقاعد لتاهل باريس. طبعا احنا عندنا لاعبين مؤهلين احنا عارفينهم دلوقتي، اصبحوا 11 لاعب ولاعبه. 11 لاعب ولاعبه احنا عاملين خطه بالفعل قبل الدخول البطوله الافريقيه انه هؤلاء اللاعبين سيكون معاهم لاعبين اخرين، هنقول استعدادا لاي موقف طارئ يحدث. ولكن اللاعبين المؤهلين دول هم الافضل، لان هم دول حصلوا على الكوتا فعلا، هم دول اللي حصلوا على المقاعد في البطوله الافريقيه، هم دول اللي تعبوا مع اقرانهم، ولكن كان ليهم الحظ الوفير بالحصول على المقعد. عندنا خطه موضوع، الخطه موضوع دي تبقى للمسابقات على مستوى العالم، وهتكون اول مسابقه الحمد لله وفضل ربنا في مصر، بطوله كاس العالم للمسدس والبندقيه والبندقيه الخرطوش في مصر في يناير 2024 يوم 24 يناير. ودي تعتبر حاجه جميله جدا اللي احنا استطعنا استضافه مثل هذه الاحداث. الجزء الاخر نقل الخبرات واكتساب المهارات المختلفه من لاعبين دول العالم كلها. حاجه الثالثه التوفير المادي للعمله، ان احنا عاملين البطوله عندنا في مصر، واللاعبين بتوعنا احنا مش هنقدر نسفرهم لانهم هيشاركوا في هذه البطوله في مصر على ارضنا باذن الله. عندنا احدى اللاعبات هاله جوهري حصلت في البطوله الافريقيه على 575، وده هذا الرقم يؤهلها تكون من الثمانيه الاول على مستوى العالم. طبعا النهائيات ليها طابع خاص، ليها نظام خاص في المسابقه. انا ان شاء الله اعتقد لو دخلت في النهائيات هيبقى لها حظ ان شاء الله في ميدالية. عزمي محلبه طبعا بطل ومصنف رقم واحد على العالم. عندنا عمر اكيد النهارده عمل في بطوله العالم اقيمت في مصر هنا، طلع الخامس على العالم. النهارده كان عليه ضغط كبير جدا لان هو محتاجين منه يجيب الكوتا، فطبعا هذا الضغط بيكون اكثر بكثير لو هو بيلعب في بطوله عالم، لانه الدوله بيبقى حاسس ان الدوله كلها موجهه انظارها عليه، لان هو ده الوحيد واقرانه هم المسؤولين هم يجهزوا هذه الكوتا ويحضروها لمصر. لكن الحمد لله احنا ان شاء الله بندعو ربنا يكون لنا الحظ الوفير في ميداليه في اولمبياد باريس 2024.